بسم الله الرحمن الرحيم. نرجع تاني إن شاء الله النهاردة نكمل شابتر 3 اللي بيتكلم عن البرودكشن اوف اكس. النهاردة بمشيئة الله هنتكلم عن بارت 2 في شابتر 3، واللي هنبتدي نتكلم فيه عن التفاصيل بتاعت الستراكشر بتاعت الاكس راي تيوب. واحنا اتكلمنا في شابتر 1 عن الميجور كومبوننتس وعن الهيستوري بتاع الاكس راي برودكشن، وخدنا فكره عن ايه هي الاكس راي، واتكلمنا برضو بسرعه كده ازاي الاكس راي بتطلع وايه هي الميجور كومبوننتس بتاعت الاكس راي تيوب. انما بدايه من النهارده او بدايه من هذا الجزء هنبتدي نتكلم على التفاصيل بتاعت كل كومبوننت من الميجور كومبوننتس اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده. بداية ان شاء الله في هذا الجزء هنبتدي ان احنا نتكلم على in some details يعني عن الانود، وده one of the major components في الاكس راي تيوب اللي هو بيبقى البوزيتيف الكترود بتاع التيوب. طبعا الانود دوت لما بيكون هو البوزيتيف وبالتالي بيعمل اتراكشن للالكترونز اللي هي صادره من الفيلمنت، وبيعمل لها اكسلريشن نتيجه البوتنشال ديفرنس الكبير اللي ما بينه وما بين الفيلمنت، ونتيجه ان هو بوزيتيف والالكترونز طبعا نيجاتيف فيعمل لها اتراكشن. ولما هتوصل الالكترونز دي وتصطدم بالتارجت او بالانود بتبتدي يحصل لها زي ما قلنا قبل كده ديسلريشن وتعمل برودكشن اوف اكس راي. بس مش بس بتعمل برودكشن اوف اكس راي، انما كمان بتعمل برودكشن اوف هيت، وكميه الهيت بتكون اكبر بكتير جدا من كميه الاكس راي اللي بتطلع. زي ما قلنا بتبقى حوالي 99.5% من الانرجي از كونفرتد انتو هيت. لذلك بيبقى لازم مهم جدا ان احنا نتخلص من هذا الهيت، والاستراكشر بتاع الانود بيكون ديبند على طريقه التخلص من هذا الهيت. الانود لازم يكون متوفر فيه بعض الشروط علشان يحقق لنا الهدف من وجوده اللي هو البرودكشن اوف اكس راي. فاول حاجه ان هو لازم يكون الكتريكالي كوندكتنج، لان احنا هنعمل طبعا بوتنشال ديفرنس كبير ما بينه وما بين الفيلمنت عشان يقدر يعمل اتراكشن للالكترونز ويطلع لنا الاكس راي. فلازم يكون الكتريكالي كوندكتنج ماتيريال. الشرط الثاني ان هو او الحاجه الثانيه اللي لازم يحققها لي الانود ان هو ده هيكون التارجت بتاع الالكترونز. الالكترونز لما يحصل لها اكسلريشن بنتيجه البوتنشال ديفرنس تخرج من الفيلمنت ويحصل لها اكسلريشن، هتبقى بتدور على هذا التارجت عشان تصطدم بيه وتطلع الاكس راي. فلازم هو يكون عنده الابيليتي ان هو يطلع هذه الاكس راي، ودي هنشوفها ازاي تتحقق بعد شويه ان شاء الله. حاجه الثالثه ان احنا قلنا ان الالكترونز لما هتوصل الى التارجت الانرجي هتفقد جزء كبير قوي من الانرجي بتاعتها، وهتبتدي هذه الانرجي تتحول يا اما الى هيت يا اما الى اكس راي. والجزء الرئيسي من هذه الانرجي هيتحول الى هيت، اللي هو زي ما قلنا في حاله حوالي اكتر من 99% في حاله الدياجنوستيك اكس راي، انما ممكن يبقى اقل شويه في حاله اللينير اكسلريتور وفي حاله انما خلينا نتكلم على الاكس راي تيوب، مالناش دعوه دلوقتي باللينير اكسلريتورز. في الاكس راي تيوبس حوالي اكتر من 99% من الالكترون انرجي بتتحول الى هيت. وطبعا لو سيبنا الهيت دوت ممكن يبوظ او يدمر خالص التيوب، فلازم نتخلص منه. فلازم يكون الثيرمال كاباسيتي بتاعت هذا التارجت او هذا الانود تكون عاليه جدا، ويكون في ميكانيزم للتخلص من هذه الهيت. الانود بيتكون من اربعه ميجور كومبوننتس، وهي التنجستون تارجت والكبر انود والانود هود والفوكال سبوت. التنجستون
تارجت ده هو ده التارجت، ان لما تصطدم بيه الالكترونز يبتدي يعمل البرودكشن اوف اكس راي. التنجستون تارجت دوت لازم يكون له شروط مهمه جدا. اول شرط ان يكون الميلتنج بوينت بتاعته تكون فيري هاي، بحيث ان هو لما يحصل البرودكشن لكميه الانرجي الرهيبه اللي هتتكون جواه نتيجه وصول الالكترون للتارجت ويتحول الانرجي بتاعته الى هيت، اغلب الانرجي تتحول الى هيت قلنا اكتر من 99%. كميه الهيت ديت ممكن لو الميلتنج بوينت بتاعت التارجت قليله تعمل ميلتنج للتارجت. فعشان كده لازم نختار ماتيريال تكون الميلتنج بوينت بتاعتها عاليه جدا. تاني شرط في التنجستون او في التارجت ان هو يكون الكتريكالي كوندكتنج زي ما قلنا في السلايد اللي فات، وده علشان نقدر نعمل البوتنشال ديفرنس اللي ما بينه وما بين الفيلمنت، وبالتالي تقدر الالكترون توصل الى التارجت وتطلع الاكس راي. الحاجه الثانيه ان هو يكون الزد نمبر بتاعته فيري هاي، ودوت لو الشرط دوت مش موجود البرودكشن اوف اكس راي هتبقى قليله جدا. يعني احنا قلنا ممكن تكون البرودكشن بتاعت الاكس راي اقل من 1% من الانرجي بتاعت الالكترونز لما تتحول الى اكس راي، حوالي اقل من 1% ممكن تكون 0.5% بس من الانرجي بتاعت الالكترونز هي اللي تتحول الاكس راي والباقي الحراره. فما بال بقى لو قللنا كمان الزد نمبر عن كده هتبقى اقل من كده بكتير، وبالتالي هتكون الماشين مش هتدي لنا كميه الانرجي الكافيه للاستخدام. فيبقى ده اول دي الشروط بتاعت التنجستون، والتنجستون هو بيبقى موجود في المنطقه دهيت. تاني كومبوننت من الكومبوننتس بتاعت الانود الكبر انود اللي هو ده الجزء دوت البني دوت. ايه سبب ايه وجوده او ليه محطوط الكبر انود ده؟ احنا قلنا ان في كميه انرجي رهيبه جدا بتتكون في التارجت ولازم نفكر في ميكانيزم نتخلص بيها منه. ازاي بنتخلص من الهيت ديت او من كميه الهيت دي؟ ان احنا عملنا سيلينج او التارجت ده كان سيلد موجود على الكبر انود ده، والكبر طبعا احنا عارفين ان هو ماده موصله جيده جدا للحراره، وبالتالي هيمتص الكبر انود ده هيمتص الحراره اللي اتكونت في التارجت ويخرجها زي ما احنا شايفين كده الى خارج التيوب. وبعدين تبتدي تبقى في حوالين هذه الكبر انود دوت هيكون في تيوبس من ماشي فيها زيت او ماشي فيها ميه او الاثنين، وزائد ممكن يكون في مراوح هواء، وممكن يعني في كذا ميكانيزم هنتكلم عنهم في اخر الشابتر للتخلص من الهيت من هذه الكبر انود. هي كمان يعني الكبر انود هياخد الهيت من التارجت يطلعه بره، وبعدين في ميكانيزم تانية للتخلص من الحراره اللي في الكبر انود نفسه. ثالث كومبوننت اللي هو الانود هود اللي هو المربع الاسود ده او البوكس الاسود ده بوكس معمول من ماتيريال الزد نمبر برضو بتاعتها بتبقى فيري هاي، علشان الاكس راي علشان الالكترونز وهي داخله ممكن يحصل لها دايفرجنس، يعني هي المفروض انها تخش من الفتحه دي هي ديت كده هتخش من هنا عشان تبقى رايحه towards التارجت، انما في جزء منها ممكن يطلع لفوق ممكن ينزل لتحت ممكن يروح يمين شمال، يبقى في scattered electrons. فعلشان نمنعها من ان هي تصطدم بالوولز بتاعت اللي هي الجلاس وولز بتاعت التيوب وتبوظها، فبنحط الانود هود ده فيمنعها من الوصول الى الوولز. وبرضو لما بتخش الالكترون وتصطدم من بالتارجت في جزء منها بيحصل له سكاترنج وبيطلع برضو لفوق ولتحت، بيبقى بينتشر في كل الاتجاهات فبيحصل له ابسوربشن في
الانود هو دوت. طيب ده بالنسبه للالكترونز، فعشان وطبعا احنا عاملين له هنا فتحه صغيره علشان يدخل منها ويوصل للتارجت. بعد كده في الاكس راي اللي بيحصل لها برودكشن في التارجت، برضو بتبقى سكاترد ان اول دايركشن، فالانود هو دوت بيعمل لها ابسوربشن عشان ما توصلش للوولز، وجزء صغير منها بس او جزء بس اللي انا عايزه يروح في اتجاه المريض سواء في الثيرابي او في الدياجنوزس بيخرج من فتحة صغيرة هنا ويروح على الويندو اللي موجودة في التيوب ويخرج للعيان او لاي ابليكيشن تانية للاكس راي يعني. انما في هنا فتحة تانية لخروج الاكس راي، واي اكس راي تانية خارجة في اي اتجاه تاني بيحصل لها ابسوربشن في الانود هود. ده الفانكشن بتاعت الانود هود. اخر حاجة او رابع كوننتس هي الفوكال سبوت، ودي جزء في 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 التارجت اللي هو اللي لما بتوصل له الالكترونز بيطلع لنا الاكس راي. الفوكال سبوت ديت بتكون عايزينها تكون صغيره جدا زي ما هنشوف بعد شويه في حاله الاكس راي، علشان ما يبقاش في ما يسمى بالبنمبرا وهنتكلم عنها بعد شويه، اللي هي ممكن تعمل لي شادو في الصوره وتخلي الصوره مش مظبوطه. انما طبعا في حاله الثيرابي بنحتاج ان الفوكال سبوت ديت تكون اكبر، وبالتالي اقدر اعالج بيها لارج فيلدز اوف او ريدي ثيرابي فيلدز. فدي الفور ميجر كومبوننتس بتاعه الانود. الانود زي ما قلنا اخترنا له، طيب ليه التارجت اللي احنا اخترناها قلنا ليه هي تنجستون تارجت. تنجستون تارجت زي ما قلنا اول ميزه فيه ان هو الميلتنج بوينت بتاعته عالي قوي 3370 درجه، فطبعا ده رقم ضخم جدا، وبالتالي مش بسهوله ممكن يحصل له ميلتنج فيقدر يقاوم كميه الحراره اللي بتطلع فيه. برضو الزيت نمبر بتاعته عاليه قوي 74، عشان كده برضو بتبقى قدرته على الاكس راي برودكشن عاليه جدا، زائد طبعا ان هو الكتريكالي كوندكتنج ماتيريال. طبعا الكبر انود زي بعد كده زي ما قلنا ان احنا اخترنا الكبر علشان الهيت كوندكتيفيتي بتاعتها العاليه، وان هي يقدر يسحب الحراره، زائد برضو ان هي الكتريكالي كوندكتنج لان هي البوتنشال ديفرنس اللي هيبقى على التارجت هيبقى رايح من خلال هذه الانود الكبر انود. فلازم يعني لو انا حطيت ماده تانية غير الكبر تكون مش موصله جيده للكهرباء مهما كانت قدرتها على امتصاص الحراره، بس مش هتخلي فيه بوتنشال ديفرنس ما بين التارجت وما بين الفيلمنت، فلازم برضو اختار ماده تكون الكتريكالي كوندكتنج. فديت احد مزايا الكبر ان هو مش بس هيت كوندكتنج لا والكتريكالي كوندكتنج، وبالتالي اقدر احصل على بوتنشال ديفرنس واقدر اتخلص من الحراره في وقت واحد. طبعا في بعض الاحوال بتكون التارجت ده او الانود ده از روتيتنج تارجت، وده هنتكلم او روتيتنج انود وهنتكلم عنه بعد شويه. زي ما قلنا بعد كده الانود هود ده اللي هو بيتخلص من اي انوانتد راديشن سواء من الالكترونز اللي داخله على رايحه للتارجت او الاكس راي اللي خارجه من التارجت. الانود لازم يكون له بعض الكاركترستكس اللي مهمه جدا، واول هذه الكاركترستك بعض الميكانيكال كاركترستكس او بعض الميكانيكال ممكن نقول عليها ميكانيكال كونسترينز، شروط يعني لازم تبقى موجوده في هذا الانود. اول حاجه الماتيريال اللي بيتعمل منها الانود لازم يكون زي ما قلنا الماتيريال اللي بتحقق كل الشروط اللي فاتت ان هي تكون الكتريكالي كوندكتنج وهيت كوندكتنج وهيت كاباسيتي عاليه و
ionized number. ففي ال بالنسبة للأجهزة اللي بتستخدم في الميديكال أبليكيشنز، أكتر الأنواع التارجتس بتكون معمولة من التنجستون، إنما في بعض الحالات التانية بيكون معمولة من الرينيوم والمولبدنم والجرافايت، ودي طبعا بتبقى أغلبها في حالات الماموجرافي. الماموجرافي له very special characteristics أو له very special constraints في اختيار مادة التارجت، وطبعا دي لها محاضرة لوحدها، ما اعرفش هيبقى في الوقت نقولها ولا لا، انما هي خاصة طبعا بطلبة الراديو دايجنوزس، مش خاصة بطلبة الراديو ثيرابي خالص. فده لازم زي ما قلنا الشروط بتاعت الماتيريال اللي يهتم منها التارجت تكون متحققة في المادة اللي هنعمل استخدمها، والاربع مواد اللي ذكرناهم دول هم الاكثر شيوعا واهمهم طبعا التنجستون. تاني حاجة الفوكال سبوت برضو لازم تكون موجودة على السيرفس بتاع الانود، مواجهة للفتحة بتاعت الالكترونز الموجودة في الانود هود علشان يطلع منها الاكس راي، وزي ما قلنا السايز بتاعها ديبند على الابليكيشن. لو هي تستخدم في راديو دياجنوزس بحاول اصغرها على قد ما اقدر، لو بتستخدم في راديو ثيرابي بنكبرها شوية. الانود انجل لازم بيكون في انجل معينة للتارجت وهو او للانود بصفة عامة، يعني السيرفس بتاع الانود كله بيبقى له معمول بانجل معينة هنتكلم عنها بعد شوية. برضو الحاجة الاخيرة او الحاجة حاجتين الاخر، في حاجة اللي هنقولها دلوقتي ان هو بعض او اغلب دلوقتي انواع الانودز بتبقى روتيتنج انود، وبيبقى طبعا اختيار الديامتر بتاعه ديبند برضو على الابليكيشن، وبيكون الروتيتنج فريكوانسي سرعة الدوران بتاعته حوالي من 3000 ل 10000 لفة في الدقيقة. ده الموتور اللي هو بيحرك او اللي بيخلي الانود يعمل الروتيشن بتاعه، بتكون سرعته ما بين 3000 ل 10000 لفة في الدقيقة. الثيكنس بتاع طبعا الماتيريال زي ما قلنا ده اهم من اهم الحاجات، انما برضو الثيكنس بتاعها بتاع التارجت ده من الحاجات المهمة، علشان كل ما كان الثيكنس بتاعه اكبر والفوليوم بتاعه اكبر كل ما كان الهيت كاباسيتي اكبر، وبالتالي يستحمل كمية الراديشن اللي هتنتج فيه. الحاجة التانية اللي هي بعض الثيرمال كونسترينز، وهي اهم حاجة فيها ان يكون في انستانتينيوس باور لود، يعني الهيت ده نقدر نخلص منه بسرعة، ما يحتفظ التارجت ده ما يحتفظ بالهيت اللي هتكون مع فيه بسرعة. ولازم نبقى عارفين كويس قوي الهيت لودنج تايم بتاعه بياخد وقت قد ايه على ما يسخن، وبياخد وقت قد ايه على ما نعمل له كولينج. يعني الهيت لودنج تايم لازم نبقى عارفينه، والكولينج تايم كيرف برضو لازم نبقى عارفينه. الفوكال سبوت اللي هي الجزء في التارجت اللي بيطلع لنا الاكس راي، لازم زي ما قلنا بيكون اصغر في حالة الايميجينج واكبر شوية في حالة الثيرابي، ولازم نبقى عارفين مكانه فين في التيوب. يعني هنا اهو الرسمة دي اللي قدامنا اهو، السهم ده بيبين لنا مكان الفوكال سبوت بيبقى موجود فين في التيوب. في نقطة مهمة جدا لازم نتكلم عنها دلوقتي، وهي ان لو الفوكال سبوت بتاعت اللي موجوده في التارجت اللي هيطلع منها الاكس راي فاينايت، لها فاينايت سايز او السورس اوف اكس راي بيبقى فاينايت سورس، يعني نوت ا بوينت سورس، له فوليوم له دايمنشنز له طول وعرض وهكذا. في الحاله ديت الاكس راي اللي هتطلع او البيم اللي هيطلع، والظاهره دي مش متعلقه بالاكس راي بس، متعلقه باي لايت.
البيم اللي هيطلع هيطلع شكله ان شارب. يعني لو احنا عندنا في ادي الرسمه ديت اللي قدامنا دي، لو احنا عندنا سورس اوف لايت او سورس اوف اكس راي بوينت سورس زي الرسمه دي اهو هنا، هيطلع البيم بالشكل دوت. ده طبعا نتيجه الدايفرجنسي اوف ذا بيم. انما لما يكون لارج سايز او لما يكون له فاينايت سايز هيطلع البيم بالشكل ده. المنطقه دي بنسميها منطقه البينامبرا او منطقه شبه الظل، وبتكون اللايت انتنسي او الاكس راي انتنسي اللي فيها اقل من المنطقه دي. يعني المنطقه اللي جوه ديت بيبقى لها اكس راي ليها انتنسي عاليه، انما دي بتبقى في تدرج في الانتنسي لغايه ما يوصل تقريبا الى الزيرو. انما هنا كل البيم بيبقى الانتنسي في المنطقه دي زي بعضه. طبعا ده لو بوينت سورس، انما ده لو فاينايت سورس. الظاهره دي بنسميها ظاهره الانشاربنس، ان البيم هنا في البوينت سورس بيبقى شارب اهو، شايفين شارب ازاي، ده بيبقى انشارب، والمنطقه دي زي ما قلنا هنسميها منطقه البينامبرا. الجيومتريك انشاربنس اللي هي ظاهره الجيومتريك انشاربنس اللي احنا اتكلمنا عنها في السلايد اللي فاتت دي، وزي ما قلنا انها بتيجي لو السورس ما هواش بوينت سورس. طب خلاص، ما انا لو الانشاربنس ده هيعمل لي مشكله في الصوره وهيخلي في شادو في الصوره، استخدم بوينت سورس. طيب ليه ما استخدمتش بوينت سورس؟ اولا لو استخدمت بوينت سورس هيبقى في عندي حاجتين. الحاجه الاولانيه ان كميه الهيت اللي هتطلع من هذه البوينت هتبقى غير طبيعية، هتبقى عالية بشكل غير طبيعي، وبالتالي هيحصل ميلتنج للسورس بسرعة كبيرة جدا. مهما عملت حاولت اعمل له كولينج او حملت او حاولت اعمل له هيت ابسوربشن زي ما قلنا باستخدام الكبر انود، كل دوت مش هيكون كافي ان يخلصني من كمية الحرارة الكبيرة اللي هتتكون في النقطة الصغيرة او دي حاجة. الحاجة التانية ان بما ان الالكترونز كلها هتبقى متوجهة towards هذه البوينت، فهيحصل في الاخر ريبالشن ما بينهم وما بين بعضهم، وهيبقى فيه scattered electrons في كل حتة داخل او حوالين التارجت، وبالتالي ده هيقلل كمية الراديشن. زائد ان اصلا كمان بما ان السورس ده صغير قوي، فكمية الراديشن اللي هتبقى خارجة حتى لو مفيش ريبالشن، كمية الراديشن اللي هتبقى خارجة هتبقى قليلة جدا، وده طبعا هيخليني لما اجي اصور عيان او اعالج عيان بدل ما استخدم طايم معين هزود هذا الطايم عشان اقدر احصل على الصورة او اعمل له التريتمنت اللي انا عايز اعمله. طيب عايزين نشوف دلوقتي بعض الحاجات المهمة اللي خاصة بالفوكال سبوت. تاني نبتدي نركز شوية في النقطة دي. اول حاجة لو انا الفوكال سبوت ديت ليها فاينايت سايز زي ما قلنا هتعمل لي انشارب ايمج، او هتعمل لي ايمج انشارب. الحاجة التانية لو انا حبيت اعمل امبروفمنت للشاربنس يبقى لازم اصغر الفوكال سبوت سايز. يبقى هنا امبروفنج الشاربنس او التخلص من البنمبرا مرتبط بتصغير الفوكال سبوت، وهنشوف الحتة دي هنحلها ازاي، لان تصغير الفوكال سبوت هيبقى في مشكلة كبيرة هنقولها دلوقتي في الكام نقطة دول. يعني مثلا على سبيل المثال هنا في جهاز الماموجرافي الفوكال سبوت لازم تكون اصغر من 0.4 مليمتر، ودي طبعا صعبة جدا، فهنشوف ازاي الكلام ده ازاي نوصل له. طبعا reducing الفوكال سبوت سايز دوت هيؤدي لي زي ما قلنا قبل كده في السلايد اللي فاتت الى الريدكشن في الاوتبوت، كميه الراديشن اللي هتبقى خارجه هتبقى قليله جدا، وبالتالي لازم ازود الاكسبوجر تايم. الاكسبوجر تايم دوت طبعا لو انا استخدمت لارجر فوكال سبوت هيديني هاي اوتبوت، هيديني الاوتبوت بتاع كميه الاكس راي اللي خارجه هتبقى اكبر، وبالتالي هيديني شورتر اكسبوجر تايم.
طيب دلوقتي يبقى انا عندي السمول هتؤدي لونجر اكسبوجر تايم، اللارج هتؤدي الى شورتر اكسبوجر تايم. طب واحد يقول لي طب يعني تفرق ايه ان انا بدل ما اصور في دقيقه او اصور في دقيقتين، او بدل ما اصور في ثانيه اصور في 3 4 ثواني؟ المشكله مش في كده، المشكله في ان الاورجان موفمنت، مش بس البيشنت موفمنت، الاورجان موفمنت نفسها بالذات في الفاست موفينج اورجانز هتبقى محتاجه ان انا استخدم لارج فوكال سبوت علشان يبقى الاكسبوجر تايم قليل، وبالتالي اقدر اصور البيشنت من غير ما يكون في موفمنت للاورجانز بتاعته. زي ما قلنا في السلايدز اللي فاتت ان السمول فوكال سبوت هتؤدي الى ان كل كميه الالكترونز اللي توصل للتارجت هتركز في نقطه صغيره قوي، وبالتالي هتكون كميه حراره او تعمل برودكشن لكميه حراره كبيره جدا، وهتبقى كميه الحراره الجنريتد بير يونت اريا هتكون عاليه جدا، وبالتالي بنضطر ان احنا نعمل نقلل الكرنت، نقلل الكرنت اللي في الفيلمنت اللي هو هيسخن الفيلمنت وهيعمل برودكشن للالكترونز، عشان كميه الالكترونز اللي واصله للفوكال سبوت تقل، فدوت هيقلل لي كميه الاكسبوجر اللي خارجه من الجهاز، وبالتالي زي ما قلنا هيطول زمن الصوره او زمن العلاج. فده ليميتيشن مهم جدا بالنسبه للسمول فوكال سبوت سايز. اتغلبنا عليه بايه؟ بان احنا بدل ما نستخدم ستيشنري زي الصوره دي الرسمه دي هنا، بدل ما نستخدم ستيشنري تارجت ثابت، هنستخدم روتيتنج انود. يعني بدل ما نستخدم ستيشنري انود هنستخدم روتيتنج انود بي ليف، وبالتالي كميه او الاريا اللي اكسبوزد للالكترونز اللي متعرضه للالكترونز اللي هتعمل برودكشن الاكس رايز هتبقى اكبر، وبالتالي كميه الحراره هتبقى متوزعه على اريا اكبر، وبالتالي كميه الحراره البروديوس بير يونت اريا هتبقى اقل، وبالتالي ما اضطرش ان انا اقلل التايم وازود واقلل الاكسبوجر، وبالتالي ما اضطرش ان انا اقلل الكرنت، وبالتالي دوت مش هيخلي الاكسبوجر يقل ولا ان انا اضطر ازود الاكسبوجر تايم. في الثيرابي تيوب الفوكال سبوت بتبقى لازم تكون اكبر، لان انا في الثيرابي بحتاج لارج فيلد سايز او لارج اريا اوف اكسبوجر، بتبقى فبالتالي بنقدر. وبعدين برضو حته الشاربنس دي مش بتبقى اسينشال قوي في الراديو ثيرابي، ولو ان طبعا احنا بنبقى مش عايزينها فيري شارب، انما مش عايزين برضو لارج او وايد بنمبرا، بيبقى عايزين نعمل ريدكشن للبنمبرا، انما ممكن لو البنمبرا ديت فيو مليمترز او فراكشن اوف مليمترز اي كان اكسبتد، انما مش زي الايمجنج اللي بنبقى محتاجينها فيري شارب ومفيش بنمبرا او اولموست مفيش بنمبرا. احنا قلنا ان دلوقتي ان احنا عايزين نصغر الفوكال سبوت اللي في التارجت علشان نقلل البنمبرا او نزود الشاربنس بتاع البيم، بس في نفس الوقت مش عايزين نصغر قوي السايز، عايزينه يفضل كبير علشان الاوتبوت يبقى عالي، وبالتالي الاكسبوجر تايم يبقى قليل. فعلشان نحقق الهدفين دول في وقت واحد، لقينا ان في برينسيبل مهمه قوي اسمها اللاين فوكس برينسيبل، وهي ايه؟ ان احنا نعمل انجلينج، نعمل تيلتنج كده، نميل التارجت بالانجل دهيت الانجل دي، نعمل تيلتنج او انجلنج للتارجت بيها، بحيث ان هو البروجكشن بتاع التارجت على بره التيوب على الفيلم او على البيشنت اللي هصوره او على البيشنت اللي هعالجه يبقى صغير جدا،
وبالتالي يبقى البيم شارب وقلل البنمبرا ويتس. وفي نفس الوقت يفضل الاكشوال سايز بتاع التارجت اللي هو بيتعرض للالكترونز يبقى كبير، وبالتالي يبقى الاوتبوت بتاع البيم عالي واقدر اصور بوقت قليل. فالانجلينج بتاعت التارجت ديت بنسميها اللاين فوكس برينسيبال، وكل ما الانجل دي قلت كل ما البروجكشن بتاع التارجت على الفيلم او على البيشنت صغر، وبالتالي يبقى عملت ريدكشن لللاين فوكس بتاعتي. بس طبعا انا ما اقدرش افضل اقلل الانجل ديت كده يعني بدون حساب، انما هي ليها بيبقى ليها اوبتيمم فاليو، اصغر منها يبقى البيم صغير قوي بحيث ان هو ما اقدرش يغطي لي الجزء اللي انا عايز اصوره، وفي نفس الوقت اكبر منها تبتدي ترجع تاني البنمبرا تظهر او الشاربنس يقل مرة تانية. فلو عندنا دلوقتي السايز بتاع التارجت هو A كابيتال ده، والانجل اللي احنا عملناها للتارجت هي ثيتا اللي هي الانجل دي، فهتبقى الابيرنت سايز بتاعت التارجت او بتاعت الفوكس على البيشنت او على الفيلم هتبقى اللي هي A سمول، و A سمول هتساوي A كابيتال ساين ثيتا، وكل ما ثيتا طبعا قلت يعني ساين ثيتا دي هتقل، وبالتالي A سمول هيقل اللي هو الابيرنت سايز. في حالة الدياجنوستيك اكس راي تيوب بتبقى الانجل دي ما بين بتتراوح ما بين 6 الى 17 ديجري، بتبقى غالبا في الرينج بتاع 12 ل 14. الاكتر من في الـ في الـ في الـ في, في الثيرابيوتيك اكس راي تيوب بتبقى اكتر من كده، وممكن توصل حتى لغاية 30 ديجري. الرسمتين دولت بيبينوا لنا مقارنة ما بين تو ثيتا انجلز، الاولانية هنا ثيتا 1 واللينس بتاع الفوكس لينس هيبقى ال 1، والتانية الانجل بتاعتها ثيتا 2 واللينس هيبقى ال 2. فلو ثيتا 1 اكبر من ثيتا 2 هنلاقي هنا، وده واضحة قوي قوي هي من الرسم، ان ال 1 هتبقى اكبر من ال 2. طبعا احنا في عندنا عمالين نتكلم دلوقتي على وان لينس وان سايد بس من الفوكال سبوت اللي هو اتكلمنا عنه هو ال1 وال2 في السلايد اللي فاتت، انما في الاذر سايد اللي احنا ما اتكلمناش عنه اللي هو هيبقى بيربندكولار على الالكترون بيم. فده طبعا مش هيتغير مع الانجلينج، لما هنعمل انجلينج او تيلتنج للتارجت الاذر سايد هيفضل ثابت الدايمنشن بتاعه زي ما هو، وهيبقى الابيرنت سايز بتاعه يساوي الاكشوال سايز. فعشان كده دايما بنختار الاكشوال سايز بتاعه بحيث ان هو يكون يساوي الابيرنت سايز. يعني بشوف مثلا انا عندي اللينس ال1 والابيرنت بتاعه هيبقى ال1 ساين ثيتا، فبختار الاذر سايد بيكون بحيث يكون اللينس بتاعه يساوي ال1 ساين ثيتا، بحيث ان هو دايما يبقى الابيرنت فوكس بتاعتي تبقى سكوير. ففي حاله في حاله الدياجنوستيك اكس راي بتبقى الابيرنت فوكال سبوت الرينج بتاع السايز بتاعها بينحصر ما بين 0.1 multiplied by 0.1 to 2 by 2 مليمتر سكوير. انما في حالة الثيرابيوتيك اكس راي تيوب يبقى ما بين 5 في 5 ل 7 في 7 مليمتر سكوير في حالة الاورثو فولتج ثيرابي. طيب واحد هيجي يقول لي يعني ايه انا هصور بسايز 2 في 2 او هعالج بسايز 7 في 7؟ طبعا في دايفرجنس للبيم، فعلى جسم العيان هيبقى اكبر من كده بكتير.
في دلوقتي فينومينا مهمة جدا حصلت بسبب الانجلينج اللي عملناه للتارجت. ايه هي؟ لو بصينا للرسمة ديت، ادي الالكترون بيم اهو دخل اصطدم باتومز الموجودة جوه التارجت وطلع لي تو اكس راي بيمز اللي هو بيم A وبيم B. هنشوف لو احنا مثلا الاتوم اللي طلعت او الاتومز اللي طلعوا بيم A وبيم 2 ديت ديب شوية جوه التارجت، هيبقى هنلاقي ان البيم A هيمشي مسافة اللي هي اللي احنا شايفينها المسافة دي كلها جوه التارجت، انما بيم B ممكن يمشي المسافة القصيرة دي جوه التارجت. فهنا هنلاقي ان بيم A اللي مش مسافة طويلة جوه التارجت هيفقد جزء كبير من الانرجي بتاعته نتيجة ان هو هيعمل ابتدي يعمل سكاترينج ويعمل انتراكشن مع الاتومز اللي جوه التارجت في المسافة اللي مشيها دي كلها، مسافة طويلة نسبيا مقارنة بالمسافة اللي مشيها بيم B جوه التارجت. فهنا هيفقد جزء من الانرجي بتاعته، هنا هيفقد جزء من الانرجي بتاعته اقل بكتير من A لانه مشي مسافة اقصر. الافكت ده بنسميه هيل افكت. كلمة هيل اللي هي هنشوف من الرسمة من السلايد الجاي معناها ايه. الهيل افكت او الانود هيل افكت دوت علشان نتكلم عنه، بس عايز افكركم الاول بحاجة مهمة. ان احنا ده التارجت بتاعنا اهو، فالناحية دي من التارجت بنسميها الكاثود سايت. ليه؟ لان هي اللي اقرب للكاثود. الناحية ديت من التارجت بنسميها الانود سايت لان هي اللي ناحية الانود وابعد من الكاثود. وبرضو البيم بيبقى هنا، ده بنسميه الكاثود سايت وده بنسميه الانود سايت. نتيجة الهيل افكت ده هنلاقي ان في الناحية اللي هي في البيم اللي هي ناحية الكاثود سايد دايما بتبقى الانتنسيتي بتاعتها اعلى من الانود سايد، لان زي ما قلنا ان اللي ناحية الكاثود سايد هتمشي مسافة اقل جوه التارجت، انما اللي ناحية الانود سايد هتمشي مسافة اطول جوه التارجت. واحد يقول لي طب انت بتقول، انت قلت لنا في السلايد اللي فاتت الانرجي هي اللي قلت، وهنا بتقول لنا الانتنسيتي. انا بس عايز افكركم بحاجة مهمة او يعني اقول لكم حاجة مهمة لما كناش قلناها قبل كده. كلمة انتنسيتي مش مقصود بيها عدد بارتكلز فقط، لا، هي حاصل عدد البارتكلز في الانرجي بتاعتها. يعني انا عندي كام بارتكل خارجين في انرجي قد ايه وحاصل ضربهم، يبقى هو ده الانتنسيتي. فلو الانرجي زادت الانتنسيتي زادت، لو النمبر زاد الانتنسيتي برضو زادت. فهو الانتنسيتي هنا ديبند على النمبر وعلى الانرجي. وفي الحالة بتاعت الانود هيل افكت الاتنين في ناحية الكاثود سايد بيزيدوا الانرجي بتبقى، او مش بتزيد، ما بتقلش، بتفضل الانرجي بتاعتها عالية والنمبر اوف فوتونز الخارجة عالية، انما في ناحية الانود سايد الانرجي بتقل شوية وبرضو النمبر of اكس رايز هتقل. ليه؟ لان ممكن تكون الاكس راي اللي خارجه بانرجي قليله قوي يحصل لها كومبليت ابزوربشن جوه التارجت فما تخرجش، فالنمبر اوف فوتونز يقلوا. فهنا الانتنسيتي قلت لسببين، للنقص في الانرجي وللنقص في العدد. فدايما هيطلع شكل البيم سيرفيس بالشكل اللي قدامنا، شايفين الدوتد لاين دي اللي انا ماشي عليها بالليزر دي، هي شكل البيم سيرفيس. ولو تاخدوا بالكو الشكل ده شكل ايه؟ شكل كعب الجزمة. لذلك سموا الافكت ده انود هيل افكت، لان كلمة هيل دي معناها كعب جزمة. فالانود هيل افكت بيبقى طبعا كل ما الانجل بتاعت اللاين فوكس برينسيبل، كل ما الانجل ديت قلت كل ما الانود هيل افكت زاد، وبالتالي يبقى الفرق ما بين التو سايدز كبير. فطبعا دي بتعمل في بعض الاحوال
مشكله، وفي بعض الاحوال التانية ما بتبقاش افكتيف خالص، ما بتظهرش وما بتعملش اي افكت، بالذات لما بكون بصور على ديستانس كبيره. طبعا في الثيرابي ما لهاش اي افكت، ومش مش ذات مش از نوت سيجنيفيكانت اتول يعني. انما في الدياجنوستيك في بعض الاحوال بتبقى سيجنيفيكانت ومهمه، ولازم اخدها في الاعتبار. هنا الانود هي الافكت بيقول لي از نوت اولويز ا نيجاتيف فاكتور. يعني ايه بقى هنا؟ يعني بيقول لي مش دايما وحش، مش دايما سيء. ليه؟ لان انا عايز يبقى البيم السيرفس بتاعه فلات ومتساوي من الناحيتين زي بعض، علشان اقدر اطلع صوره الصوره تكون الراديشن اللي فيها هوموجينيوس، فتطلع لي صوره كويسه. فقال لك لا، ده انت في بعض الاحوال بتبقى عايز تخلي توصل انتنستي اعلى لمنطقه اعلى من منطقه تانية. يعني لو انا بصور مثلا فور اكزامبل الساي، وهنبقى البلف سايد بتاع الساي الثيكنس بتاعه كبير، والني سايد بتاع الساي الثيكنس بتاعه قليل، فهبقى عايز اديله انرجي قليله او انتنسي قليله، انما البلف سايد هبقى عايز اديله انتنسي عاليه. فهروح مستغل الهيل افكت ديت وانا بصور حاله زي دي، اخلي يبقى البلفس ناحيه الكاثود سايد اللي هو فيه الانتنسي عاليه، والني ناحيه الانود سايد اللي هي الانرجي فيه قليله. فهنا مدلنا كذا اكزامبل اهو، زي الثوراسيك سباين ده بنستغل فيها ظاهره الهيل افكت دي ونستفيد منها لحساب المريض، وفي حالات الماموجرافي برضو بستغلها لفايده المريض. اهو هنا برضو بعض الحالات اللي بنكر استغل فيها وجود الهيل افكت. هنا في الرسمه دي واضح قوي شكل البيم اللي هو مديني الهيل افكت، واللي هو شكل الهيل اهي، شكل الكعب الجسم. ادي بيقول لك بيقول في حالات الثراسيك فيرتبرا، الهيومرس، الفيمر، التيبيا، الفور ارم، كل دي ممكن استغل الهيل افكت ان هو يحسن لي الكواليتي بتاعت الامج. اهو زي ادي برضو حاله الفرتبرا اهي، ومستخدم فيها الهيل افكت. برضو نفس حاله تانية اهي، برضو ممكن اصورها واستغل الهيل افكت عشان يحسن لي الكواليتي. هنا السلايد دي بتلخص لنا كل الكلام اللي احنا قلناه على الهيل او الانود هيل افكت. فبتقول بيقول دايما ان بيبقى الانتنسي بتبقى دايما اعلى في ناحيه الكاثود سايد، واقل في ناحيه الانود سايد، وبتبقى ملحوظه اكتر عند اللارج فوكس فيلم، السمول فوكس فيلم ديستانس، وتبقى ليس نوتسبل في حاله اللارج. يعني كل ما زودت الاس اس دي او الاف اس دي او الفوكس سكين ديستانس، بتبقى الـ هذه الظاهره غير ملحوظه. وبرده الهيل افكت ديت بتبقى غير واضحه قوي، او مش كبيره قوي في حاله السمول فيلمز. يعني مثلا في حاله تصوير الاسنان مثلا مش هلاحظ حاجه زي دي خالص يعني، ولا كل ما كان الفيلم اصغر كل ما كانت هذه الظاهره غير موجوده. في بعض الاحوال لما بتكون الظاهره دي ملحوظه قوي وعايزه اتخلص منها، بنحط فلتر. الفلتر ده شكل الويدج، بتكون الثيكنس بتاعته عاليه في ناحيه الكاثود سايد، والثيكنس اقل في ناحيه الانود سايد، فتعمل فلتريشن وتقلل الانتنستي في الناحيه العاليه اللي هي ناحيه الكاثود، وتخليها متساويه مع ناحيه الانود. هنتكلم دلوقتي عن التايبس اوف انود. عندنا تو تايبس او تو مين تايبس اوف للاشكال بتاعت الانود. اول تايب بنسميه الستيشنري انود، والتايب الثاني بنسميه الروتيتنج او روتيشن انود. زي ما قلنا في السلايد اللي فاتت، احنا في عندنا نوعين
من الانودز، نوع بنسميه الستيشنري انود، والنوع التاني اللي هو الروتيتنج انود. الستيشنري انود ده بيبقى عبارة عن سمول تارجت من التنجستون، وده الجزء اللي بيطلع الاكس راي طبعا، وبيكون سيلد او ملحوم على الانود الكبر انود اللي هو بيعمل الهيت كوندكشن ويطلع الهيت لبره. ده غالبا بيستخدم في الأجهزة الصغيرة اللي بتبقى الهيت برودكشن فيها ضعيف، زي أجهزة الدنتال اكس راي وزي أجهزة البورتابل اكس راي. انما الروتيتنج نود بيستخدم في اغلب بقية الأجهزة كلها، بيبقى فيه التارجت نفسه بيبقى معمول على هيئة رينج من التنجستون برضو، ودي طبعا بتخلي الاريا اللي متعرضة للإلكترونز كبيرة قوي، زي ما احنا شايفين اهو هنا. كل ده هو الـ مش بس التارجت الصغير زي هنا كده، لا، كل ده كل الرينج ديت هتبقى هي اللي متعرضة للإلكترونز، وبالتالي كمية الحرارة هتبقى متوزعة على كل هذا كل هذه الاريا، وبالتالي تبقى كمية الحرارة البروديوس قليلة. وبيبقى موجود مع ما بيبقى مع في مع التنجستون دوت اللي معمول منه الرينج، بيبقى فيه 10% من الرينيوم الوي موجودة، سبيكة من سبائك الرينيوم موجودة مع التنجستون بنسبة حوالي 10%، ديت عشان برضو تقلل الثيرمال ستريس. والكل الرينج ديت بتبقى محطوطة على مولبدنم ديسك، قرص من المولبدنم او من الجرافايت، علشان يبقى وزنهم خفيف وبالتالي تبقى سرعتهم عالية، وبرضو في نفس الوقت بيزود الهيت كاباسيتي بتاعتهم. كل الرنج محطوط على الديسك زي ما قلنا، والديسك ده متوصل بموتور زي ما احنا شايفين اهو، بيعمل روتيشن للتارجت بسرعة بتساوي حوالي من 3600 الى 10000 روتيشن او ريفوليوشن بير مينت. الستيشنري انود دوت بيبقى ثابت في مكانه، ما بيتحركش طبعا، وبيبقى التارجت موجود متثبت فيه زي ما قلنا الكبر انود، وده بيستخدم زي ما قلنا في الحالات السمول ماشينز زي الدنتال وزي البورتابل، وله ليميتيشنز كتير قوي. اول اهم الليميتيشنز بتاعته ان هو بيبقى كمية الحرارة اللي بتنتج فيه بتبقى عالية جدا، لان كل الالكترونز رايحة لنقطة واحدة او لمكان واحد لاريا صغيرة واحدة، فبتبقى كمية الحرارة طالعة الناتجة فيها كتيرة. وبعدين كمية الالكترون اللي بتعمل انتر اكشن مع التارجت كتيرة جدا، وبالتالي بسهولة شديدة يحصل دامج لهذا الستيشنري تارجت او الستيشنري انود، فدي برضو مشكلة كبيرة. لو حصل دامج للسيرفس بتاع التارجت او للسيرفس بتاع الانود، هتبتدي الراديشن اللي خارجة الاكس رايز اللي خارجة تبتدي تعمل سكاترنج في كل في اماكن غير الاماكن اللي احنا عايزين يوصل لها الاكس راي، فدي برضو بتبقى مشكلة تانية من مشاكل الستيشنري انود. اما بالنسبة للروتيتنج انود، فزي ما قلنا قبل في السلايدز اللي فاتت، ان هو بيبقى عبارة عن ديسك من المولبدنم او من الجرافايت، وده علشان زي ما قلنا يخفف وزنه ويزود الهيت كاباسيتي بتاعته، وبيبقى سيلد عليه التارجت اللي هو معمول من التنجستون معاه الوي من الرينيوم، و او بيبقى حوالي من 5 لـ 15% من الرينيوم موجودة مع التنجستون، ان افريج بتبقى غالبا 10% بتبقى موجودة مع التنجستون، ويبقى سيلد اهو الجراي دوت اهو الاسود ده هو التارجت، وده الديسك المعمول من المولبدنم ومن الجرافايت اللي هو شايل عليه فوقه الرينج اللي هي التارجت اللي على شكل رينج. الروتيتنج انود زي ما قلنا قبل كده، الايم منه او الديزاين ده اتعمل علشان يوزع الهيت على منطقة كبيرة جدا اكبر من المنطقة
بتاعة الستيشنري انود، وبالتالي برضو يقلل الدمج بتاع اللي ممكن يحصل للتارجت. الرينيوم الوي دوت اضيف الى التنجستون في التارجت علشان يخليه مور الاستيك شويه، وبالتالي يعمل بريفنشن او يقلل او يمنع الكراكنج اللي ممكن يحصل للسيرفيس بتاع التارجت زي ما قلنا في السلايد اللي فاتت، لان ده لو حصل، لو ابتدى يحصل كراكس على السيرفيس بتاع التارجت هيخلي تبقى الاكس راي سكاترد في اتجاهات غير اللي احنا عايزين نوصلها لها. زي ما قلنا التنجستن رينيوم الوي دوت بيزود عمر او بيقلل الكراكس اللي ممكن تحصل. وطبعا التنجستون ده احنا اخترناه، يعني احنا قلنا في السلايد اللي فاتت ليه حطينا الرينيوم، ان وقلنا قبل كده في البدايه اتكلمنا خالص على الانود ليه اخترنا التنجستون بالتحديد علشان نعمل منه التارجت، وقلنا علشان الاتوميك نمبر بتاعته از هاي، والهيت كاباسيتي او الهيت كوندكتيفيتي بتاعته از هاي، والميلتنج بوينت بتاعته از هاي، وبرده قلنا قبل كده ان هو كمان الكتريكالي كوندكتنج. الروتيشن طبعا زي ما قلنا الديسك ده كله اللي هو هيبقى الرينج ده اللي عليه التارجت ومحطوط على المولبدنم والجرافايت ديسك ومتوصل بالموتور وبيلف بسرعة من 3600 ل 10000، و برضو ده بيخلي بيعمل كولينج اكتر او بيوزع الهيت اكتر على الاريا. الرسومات ديت اللي في السلايد دي هتبين لنا الادفانتج بتاعت الروتيتنج انود، ده الاستيشنري انود هنا، وادي شايفين الاريا اللي هي متعرضة للالكترونز، هيبقى الطول بتاعها 4 ملي في عرض حوالي 1 ملي، واحنا قلنا دايما العرض ده بنخليه يساوي الابيرنت سايز زي ما قلنا قبل كده علشان يبقى في الاخر الابيرنت سايز يبقى سكوير، فهنلاقيه 4 مللي في 1 مللي عشان يدينا بره الابيرنت سايز بتاعه يبقى 1 مللي في 1 مللي. انما لو بصينا هنا في الروتيتنج انود هنلاقي ادي الاريا اللي متعرضه للالكترونز كل الاريا دي، لان هنا طبعا كل ما الديامتر زاد بتاع الروتيتنج انود كل ما التارجت اريا كانت اكبر، وبالتالي يبقى الهيت متوزع على اريا اكتر، وبالتالي الحرارة اللي هتنتج هتبقى اقل، والدمج اللي هيحصل هيبقى احتماله برضو اقل. كده نبقى احنا قلنا في الجزء اللي فات دوت كل ما يخص الميجور وان اوف ذا ميجور كومبوننتس بتاعت الاكس راي وهو الانود، قلنا كل اللي احنا محتاجين نعرفه عنه، فهنكتفي بهذا الجزء النهاردة، وان شاء الله في الجزء الثالث نبتدي نتكلم على one of the other components عشان نبتدي نخلص الاكس راي كلها ان شاء الله، ونشوفكم على خير بإذن الله. السلام عليكم.